بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، نبدأ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولاً، ليس الإيمان بالله الذي يدفعك إلى طاعته هو أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض. هذا الإيمان قدر مشترك بين كل الخلق حتى الوثنيين، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى إبليس قال ربي فبعزتك خلقتني من نار أنظرني إلى يوم يبعثون. إذاً ليس الإيمان المطلوب الذي ورد في القرآن الكريم أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض فقط، أن تؤمن أن الله إله، هو المسير، هو المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، في السماء إله وفي الأرض إله، هو وحده المتصرف، إليه يرجع الأمر كله، هو وحده المعطي، فإذا أعطاك لا يستطيع أحد في الأرض أن يمنعك، وإذا منعك لا يمكن أن يعطيك أحد، وإذا أكرمك ليس على وجه الأرض من يجرؤ أن ينال منك، وإذا أهانك الله عز وجل ليس لك من مكرم. هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو الرافع، هو الخافض. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. هذا الكلام ملخصه: لا إله إلا الله، لا مسير إلا الله، لا متصرف إلا الله، لا فعال إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله. هذا كفكر سهل، كفكرة سهل جداً، أما أن تعيشها شيء آخر. الآية أن تفهمها شيء وأن تعيشها شيء آخر. يعني مثلاً، أنت حينما تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما، الآية واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وأي إنسان يقرأها فيفهمها. لكن حينما تكون ذا دخل محدود وأنت مؤمن بالله ومستقيم على أمره وتعاني من ضائقة مادية ولك صديق متفلت فاسد العقيدة غارق في شهواته ولكنه يملك الملايين المملينة، لمجرد أن تقول يا ليتني مثل فلان، الآية التي قرأتها وفهمتها لا تعيشها إطلاقاً. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه
فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حينما ترى أن العلم الذي أكرمك الله به هو أعظم فضل تفضل الله به عليك، عندئذ تعيش الآية. البطولة لا أن تقرأها، ولا أن تفهمها، ولا أن تشرحها، ولا أن تتفنن في شرحها، لكن البطولة أن تعيشها. فالتوحيد كفكرة سهل جداً، أما حقيقة أمامك إنسان قوي يتوعدك، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر. البحر أمامنا، العدو وراءنا بجيشه، بقوته، بحقده، بطغيانه، النجاة انعدمت. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. نبي كريم التقمه الحوت، والحوت وجبته المعتدلة 4 طن، فالإنسان لقمة واحدة، دخل إلى بطن الحوت، فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى كل الأقوياء دمى يحركها الله عز وجل. لذلك أبلغ آية تؤكد هذا المعنى، أحد أنبياء الله قال فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد علاقتك مع الله وحده، التوحيد ألا تعتمد إلا على الله، ألا تلجأ إلا إلى الله، ألا تشكو بسك وحزنك إلا إلى الله، ألا تثق إلا بالله، لو كنت متخذا من العباد خليلا. النبي الكريم لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب بالله. يعني التوحيد يملأ القلب طمأنينة يصعب وصفها، التوحيد ترى أن الله خالق كل شيء، ولكن على كل شيء وكيل، وحوش مخيفة، أقوياء بطاشون حاقدون ولكنهم بيد الله، وحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة عادلة رحيمة. علاقتك ليست مع الوحوش، ولكن مع من يملك الوحوش، فإن رضي عنك أبعدها عنك، وإن أراد أن يؤدبك أرخى لأحدها الزمام فوصل إليك. هذا هو التوحيد. التوحيد قمة السعادة. لماذا أمرك الله أن توحده؟ من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، شديد الجزع شديد الخوف ينهار بأقل الأخبار، إلا المصلين. المصلي يثق بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، لماذا التوحيد؟ من أجل ألا تخاف. إنك من خوف الفقر في فقر، وإنك من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. التوحيد من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي لا يخاف، لا يخاف إلا من الله. التوحيد
من أجل ألا تنافق. لماذا ينافق المنافق؟ لأنه يخاف، لأنه يرى أن مصيره بيد هذا القوي، من ضعف توحيده ينافق له، من ضعف توحيده ينافق له. التوحيد من أجل ألا تتملق أحداً، بالتوحيد يلغى الخوف، بالتوحيد يلغى النفاق، بالتوحيد يلغى التملق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. الرسالات السماوية بمجملها ملخصة بكلمات: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ملخص الملخص: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا العقيدة، فاعبدون السلوك، لا إله إلا أنا المنطلق النظري بالمصطلح الحديث، العبادة التطبيق العملي، لا إله إلا أنا في عقلك وفي قلبك، فاعبدون في جوارحك. هذا هو التوحيد. التوحيد يعني أن علاقتك مع جهة واحدة. ومن جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. التوحيد. سيدنا كعب حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أوتيت جدلاً، يعني يتمتع بقدرة خاصة اسمها القدرة على الإقناع، فتخلف عن النبي. فلما عاد النبي إلى المدينة قال: حملني بثي وحزني، تألم، ماذا يفعل؟ يكذب علي؟ قال: لقد أوتيت جدلاً، لقد إنني أستطيع أن أخرج من سخطي، لقد أوتيت جدلاً. ولكنه موحد، قال: ولكنني أخشى إن خرجت من سخطه أن يسخطه الله علي. هذا التوحيد. رأى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قبل أن يأتي سيدنا كعب إلى النبي سبقه 80 منافقاً متخلفاً عن رسول الله، وكل منافق أدلى بحجة وباعتذار وبالتعبير المعاصر سيناريو متقن جداً. فالنبي دعا لهم وقبل أعذارهم. فلما جاء كعب قال: والله يا رسول الله، ما كنت في وقت من الأوقات أنشط مني يوم تخلفت عنك. ما في عذر. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ابتسم من صدقه وقال: أما هذا فقد صدق. 80 واحد كذابين، أما هذا فقد صدق. التوحيد علاقتك مع الله. التوحيد يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. التوحيد من أجل ألا تحقد. هذا الذي نالك بأذى سمح الله له، وإذا كان الله قد سمح له فهناك حكمة بالغة، وهناك رحمة بالغة، وهناك عدل، وأنا أستحق ذلك. ليس معنى هذا أن تقعد، لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن لئلا تحقد ولئلا يحملك الحقد على ارتكاب عمل كبير. أذكر إنسان عنده محاسب،
فنشب خلاف بينه وبين هذا المحاسب، فأعطى معلومات للجهات المسؤولة عن بضائع اشتراها وليست نظامية، والقصة من 20 سنة. فجاءت الضابطة وضبطت هذه المخالفة ورتبت عليه 600,000 ليرة، هي بالسبعينات، مبلغ يساوي 6 ملايين الآن. الحقد غلى في نفس صاحب المتجر، ومعه مسدس أطلق عليه النار فأرداه قتيلا، فحكم 30 عاماً ولا يزال في السجن. هذه القصة أنا أرويها أنه لو كان موحد ما كان حقد، قال أنا هناك إله عظيم بيده كل شيء، ولحكمة بالغة سلط عليه. راجع نفسك، الموحد يأخذ حقه ولا يقبل الضيم، والموحد ينتصر ولكن لا يحقد، لئلا تحقد، لئلا يحملك حقدك على عمل خطير. أنت موحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الموحد إذا قرأ الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموحد يتهم نفسه دائماً، لا يخاف ولا ينافق ولا يتملق ولا يداهن، ويعتقد أن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. الموحد عزيز النفس، الموحد رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم، وما في عنده أنصاف حلول. الموحد يرى أن الله بيده كل شيء. عالم كبير من علماء العصر العباسي، جاء خليفة المسلمين إلى مكة المكرمة، فطلب عالم ليلتقي به وينتفع منه، فذهبوا إليه وقالوا: الأمير يطلبك. قال: قولوا له يا هارون، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. قال: صدق، نأتيه. فقال: قولوا له إذا أتى ينبغي ألا يتخطى الرقاب وأن يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال: صدق. فلما أتى مجلسه وضعوا له كرسي، فقال: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. قال: خذوا عني هذا الكرسي، وجلس على الأرض. ما الضعضع؟ في إنسان يختل توازنه، إذا إنسان له مكانة دخل المسجد يختل توازنه. قال له: يا أبا حنيفة لو تغشيتنا، تعال إلينا. قال له: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل تغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإنك إن أبعدتني أزغيتني، ولم أتغشاكم؟ قالوا: يا إمام، الحسن البصري بما نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. الحسن البصري كان عند والي البصرة، موحد طبعاً، جاءه توجيه من الخليفة يزيد، هذا التوجيه لو أنه نفذه لأغضب الله، ولو أنه لم ينفذه لأغضب الخليفة،
وربما عزله من منصبه، فاستنجد بالحسن البصري قال ماذا أفعل؟ والله قال كلمة لا أرتوي من تردادها، قال له: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. التوحيد، الإمام الحسن البصري أدى واجب العلم فبين، وكان في عهد الحجاج، فلما بلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري غضب غضباً شديداً، غضب غضباً شديداً، وقال: والله يا جبناء لأروينكم من دمه. الحسن البصري موحد، وأمر بقتله، وجاء بالسياف، ومد النطع، وانتهى كل شيء، وبقي التنفيذ، وقال: ائتوني به. فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه، ولم يفهم أحد ماذا قال، إذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يقربه إليه حتى أجلسه على سريره وأكرمه واستفتاه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. وما في واحد من إخوتنا الكرام إلا وقد مر بتجربة إنه وقف موقفاً مشرفاً، وقف موقفاً منصفاً، كان صادقاً، لم يكذب، لم ينافق، والله عز وجل رفع شأنه وأعلى قدره. الأمر بيد الله عز وجل. يعني أحياناً يقع المسلمون في إحباط أو في يأس أو في قنوط حينما يروا أعداءهم أقوياء جداً ويتفننون في إيقاع الأذى بهم. أحياناً بصروف طارئة واستثنائية قلة قليلة تتحدى أكبر جيش في المنطقة وينهزم الجيش. لماذا فعل الله ذلك؟ لنستعيد الثقة بالله عز وجل. الأمر بيدي يا عبادي، كونوا معي أكن معكم، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد يجعلك بطلاً، يجعلك مقداماً، يجعلك جريئاً، يجعلك صادقاً، يجعلك رقماً صعباً لا في مساومة، ولا يباع ولا يشترى ولا يهادن. المؤمن موحد. لذلك التوحيد هو الإيمان، وما سوى التوحيد ليس إيماناً بل هو ضعف شديد. لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لماذا؟ قال مثل أضربه كثيراً، إنسان له مبلغ ضخم جداً بحلب وركب قطار حلب، إذا كان موحد الآن يتجه إلى حلب ليأخذ المبلغ الضخم، لكن وقع بأخطاء كثيرة، ركب بعربة فيها شباب ليسوا على ما ينبغي فأزعجوه طوال الطريق،
هذا خطأ. في خطأ ثاني ارتكبه، معه بطاقة درجة أولى، ركب درجة ثالثة، خسر الفرق. في خطأ ثالث، يتلوى من الجوع وفي مركبة عربة فيها مطعم لا يعلم ذلك. في خطأ رابع ارتكبه، أنه جلس بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار. مع كل هذه الأخطاء، القطار باتجاه حلب وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف يأخذ المبلغ. هذا التوحيد، في معه أخطاء. أما الشرك أن يتجه إلى درعة، ما في شيء. إذا اتجهت إلى ضعيف، الضعيف مثلك لا يملك لك شيئاً. الشرك أن تتجه إلى غير الله، أن تتجه إلى مخلوق، أن تتعلق بمخلوق، أن تلقي الأمل على مخلوق، أن تجعل هذا المخلوق يعني مرجعاً لك. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، أن تتوجه إلى الله، أن تنتفي عن الموحد. آلاف الأمراض، وأهم هذه الأمراض العذاب النفسي. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.